سعيد عزام، مواطن أردني، بعمل في النجارة والديكور من فترة طويلة. يعني احنا بالنجارة، بمجال النجارة من 1994. اكيد طبعا بوجه رسالة شكر كبيرة وقوية جدا لوالدي ولوالدتي، هم كانوا اساس دعمنا يعني المعنوي، شجعونا كثير ووقفوا معنا كثير، و يعني حتى انه دعمونا بكل شيء بيملكوه من خلال ايمانهم فينا كشباب، من خلال ايمانهم فينا انه احنا باذن الله راح نعمل شيء وراح نكون شيء. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد سعيد عزام. بداية سعد مساك. سعد مساكي، أهلا وسهلا. كلك صوت. طبعا في البداية حضرتك من أصحاب شركة سعيد وأحمد عزام للأعمال الخشبية وبالتحديد في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. سعيد عزام، مواطن أردني، بعمل في النجارة والديكور من فترة طويلة. يعني احنا بالنجارة، بمجال النجارة من 1994. نعم. الحمد لله كنا محل صغير وكبرنا خطوة بخطوة، ستيب باي ستيب زي ما بيحكوها، لوصلنا اليوم لشركة سعيد وأحمد عزام للصناعات الخشبية بالاسم التجاري المشهير. نعم، بالتوفيق. بس تحكي لي أكثر عن بداياتك من البداية، أنت كيف دخلت على هذا المجال؟ ليش اخترت هذا القطاع بالتحديد؟ والله أنا إلكتروميكانيك الخاصة، يعني مجالي الخاص بالبداية كان الإلكتروميكانيك الخاصة، كهرباء ميكانيكا الآليات. واجهت ظرف معين في الحياة، أنه كان في عندي مشكلة، إصابة في عيني، اضطريت لإزراء قرنية. نعم. توقفت عن هذا العمل إجباري يعني. توظفت فترة في وزارة التربية والتعليم كفني صيانة في مدرسة عمر بن الخطاب، وكان أخوي اللي هو أحمد موجود في مجال النجارة، وحبيت أنه يكبر أكثر ما يضل شغال عند الناس، يعني حبيت أنه نعمل الشغل الخاص لإلنا، ومن هون بلشت الخطوة الأولى وفتحنا أول محل أنا وأحمد أخوي، ومن هون بلشنا في مجال النجارة والديكور. بتوفيق، شو هي أهم الخدمات والأشياء اللي أنتوا عم بتصنعوها عندكم هون بشركة المشاهير؟ إحنا يعني لنوضح أكثر الطريقة، إحنا بنفصل تفصيل، ما بنصنع وبنقدم للسوق. بيجيني أي شخص بده يفصل أي شيء بيتعلق بالخشب أيا كان. نعم. إحنا بنصنعه سواء أطقم كنب، سواء مطابخ، غرف نوم، غرف سفرة، تنجيد الكنب، كل ما يتعلق بالخشب والأثاث إحنا موجود عندنا بيتصنع، وعم بنحاول نطور بحالنا بأكتر. ولكن عرفت أكتر بمجال الديكور، ديكور المحلات، منها المطاعم، منها الصالونات، البيوتي هاوس، الأمور هاي يعني. نعم، بس أصلاً شو هي أهم المشاريع اللي أنتوا أنجزتوها عن طريقكم؟ والله بصراحة كتير، يعني الحمد لله نشكر الله أنه أعطانا الثقة من الناس من خلال عملنا. عملنا جيكوب لامبز بيوتي هاوس، عملنا ريفوليوشن ليديز جيم، عملنا جافا يو، عملنا زوكا كافيه، عمر زوربا، عمان إربد، عدة مشاريع على مستوى المملكة، والحمد لله رب العالمين لاقت نجاح يعني وقبول من قبل الناس يعني كمان، مش بس من قبل
الناس اللي اشتغلنا لها، لا من قبل الحاضرين والموجودين على هذه الأماكن أو المقبلين على هذه الأماكن لاقت حضور جيد. نعم، شو اللي عم بيميزكم عن الشركات الثانية؟ شوف، نتميز عن الشركات الثانية بعدة نقاط الحمد لله رب العالمين. لا كثير في شركات في عمان جيدة ومحترمة أكيد طبعا، لكن احنا بنتميز اولا بالصدق بالمواعيد. يعني هاي شغله كثير بيحبوها الناس. بنتميز في متانه وجوده العمل اللي احنا عم نعمله. بنتميز بكفاله هذا المصنوع. يعني انا مش صنعت وانتهى الموضوع، لا انا بكفل هذا الشيء الموجود ولفترات طويله، لانه انا واثق من الشيء اللي عم نصنعه. لهيك قلت لك في البداية إنه التفصيل بيتميز عن الشيء اللي بنشتريه من السوق. نعم، بس أصلاً إيش هي المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها بمجالكم؟ والله يعني شوفي، إحنا من خلال دعم جلالة سيدنا للشباب في المشاريع، وإنه الشاب يخطو خطوة إنه يكون موجود على أرض الواقع في العمل، في البدايات ما واجهتنا مشاكل بصراحة. ولكن من حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات، يعني من قبل كورونا تقريبا بسنتين، وفترة كورونا والفترة الحالية، يعني بنواجه مشاكل بارتفاع أسعار الخشب، عدم الحماية بصراحة بشكل فعلي للصناعات الصغيرة اللي فعليا بلشت تختفي شوي شوي بصراحة، وتقل شوي شوي نسبتها كشركات صغرى. ما في دعم حكومي، ما في دعم لقطاع الشباب، ما في دعم للحماية من خلال مراقبة التجار في الأسعار، سواء كان كأخشاب، سواء كان كإكسسوار بنستخدمه إحنا في مجال الديكور، سواء كان كاستيراد مواد، أو على ما أعتقد يعني مواصفاتها، ما بعرف مواصفات المقاييس عندنا على شو بتعتمد في استلام هاي المنتجات بصراحة. فهاي هي بعض المعوقات اللي بنواجهها بصراحة. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ أكيد طبعا كل الحب والتقدير لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين على دعمه اللي دائما بنشوفه للشباب، على دعمه الكبير للشباب، وعلى حثه المسؤولين انهم يكونوا داعمين لهدول الشباب، داعمين لاستثماراتهم، داعمين ليكون لهم عملهم الخاص. واكيد هو يعتبر الاب الحاني لنا يعني، واللي احنا بنستمد من خلاله الطاقه. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أكيد طبعا بوجه رسالة شكر كبيرة وقوية جدا لوالدي ولوالدتي، هم كانوا أساس دعمنا يعني المعنوي، شجعونا كتير ووقفوا معنا كتير، يعني حتى انه دعمونا بكل شيء بيملكوه من خلال ايمانهم فينا كشباب، من خلال ايمانهم فينا انه احنا باذن الله راح نعمل شيء وراح نكون شيء. نعم، كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي اكثر وين موقعكم بعمان، وكيف الناس اصلا بيقدروا يتواصلوا معكم؟ موقع الشركة في عمان، عمان ابو علندا، منطقة حي الباير خلف الضمان الاجتماعي. تليفوناتنا طبعا سواء انا او اخوي احمد عن طريق الموبايل 0799227976 او 0776223662، واحنا بخدمه جميع الناس. شكرا لك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، أود أن أشكر السيد سعيد على حسن استضافتي لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا، ورشاشتنا، وشكرا لك. أهلا وسهلا فيك. كل سنة.